السلام عليكم، معكم مستر كريزي رابر. الراب بديته في 2006، يعني بدات البدايه ديالي ما كنتش بنت، مي الدور ديالي اللي غيكون الاول اللي يعرفني فيه البيبليك هو 2014. الجديد ديالي هو واحد لوبي اللي سميتها اوتو اغريسيف، تلاحوا منها ثلاثه ديال الكليبات، ودابا الرابع راه هو جاي في الطريق. تسناو سكولات، كاينين عروض اللي كاينين على برا، ما حنا مازال دابا كنيغوسيو، دونك ما كاين لاش غادي نمشيو لبرا الا ما كناش غنمشيو نديرو شي حاجه اللي نيت ولا غنمشيو نخدمو، ولكن غير غادي نمشيو باش نمشيو، ما كاين لاش، خلينا في بلادنا احسن. ما ان شاء الله غادي يكونوا، يعني غتكون واحد الدوره كاينه في عندنا تور ديالنا في الاوروب، ما مازال ما نعلنوش على يعني على التواريخ ديالها حتى داكشي يكون قاد. الله يا ودي جوهر، راه من الفيستيفال الكبار اللي انا كنت صغير وكنت يعني كنتبع الاصداء ديالهم وكيجيبوا فنانين كبار، وصافي بليزير نكون انا دابا واحد منهم اللي حاضر معاهم هنايا، وشكرا يعني كاع الناس اللي خدامين في هذا الفيستيفال. والجمهور الدكاله هذاك راه في القلب، فهمتيني، الدراري ديال الدكاله ولا الدراري ديال جديده ولا ازمور وبير جديد، راه يعني عندي معاهم علاقه كبيره، وراه بنادم راه عارف هاد العيبات هادو. كنقول لكم يتوب عليكم، وشكرا على التتبع ديالكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن. شكرا.